آمين. أعمال الرسل إصحاح 10. عدد 17. وإذ كان بطرس يرتاب في نفسه ماذا عسى أن تكون الرؤيا التي رآها إذا الرجال الذين أرسلوا من قبل كرنيليوس وكانوا قد سألوا عن بيت سمعان وقد وقفوا على الباب ونادوا يستخبرون هل سمعان الملقب بطرس نازل هناك؟ وبينما بطرس متفكر في الرؤية قال له الروح وذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لأني أنا قد أرسلتهم. فنزل بطرس إلى الرجال الذين أرسلوا إليه من قبل كرنيليوس وقال ها أنا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لأجله؟ فقالوا إن كرنيليوس قائد ما رجلا بارا وخائف الله ومشهودا له من كل أمة اليهود، أوحي إليه بملاك مقدس أن يستدعيك إلى بيته ويسمع منك كلاما. فدعاهم إلى داخل وأضافهم. ثم في الغد خرج بطرس معهم هو ناس من الإخوة الذين من يافا رافقوا. كنا اتكلمنا المرتين اللي فاتوا عن قصة كرنيليوس، وبرضه بفكركم إن كرنيليوس كان بيصلي ويصوم ويصدق مدة طويلة، وبعدين ظهر له ملاك وقال له صلواتك وصدقاتك صعدت تذكر أمام الله، وبعدين ملاك قال له تبعت ليافا، وهناك عند البحر في واحد دباخ اسمه سمعان، وعند سمعان في واحد هناك اسمه بطرس، وانده لبطرس ده وهو هيقول لك تعمل ايه. فده جزء من الترتيب الالهي لخلاص كرنيليوس، الرؤية اللي شافها كرنيليوس. وبعدين راح ربنا بعت رؤية تانية لبطرس انه شاف ملاية نازلة من السماء وفيها كل دواب الارض والوحوش والزحفات وطيور السماء، وصوت بيقول له قم يا بطرس اذبح وكل. وحصلت الحكاية دي ثلاث مرات، وكان كل ما يقول له اذبح وكل يقول له يا رب أنا ما أكلتش حاجة دنسة لأن لم أكل قد شيئا دنسا أو نجسا. فكان الصوت بيرد عليه الصوت السماوي قال له ما طهره الله لا تدنسه أنت. واتكلمنا عن الرؤية دي إن الرؤية دي أصلا مرسلة لبطرس عشان يفهموا إنه كل الناس كل الجنسيات وكل حتى الخلفيات الدينية ممكن ربنا يقبلهم، بس لما يقبلهم يرشدهم لطريق الخلاص في المسيح، لأن هو وحده هو الطريق للخلاص وليس بأحد غير ينبغي الخلاص. ففي ناس يقول لك طب إيه ذنب الهنود؟ وإيه ذنب البوذيين؟ طب وإيه ذنب المسلمين؟ وإيه ذنب الكونفوشيين؟ في أديان كثيرة في العالم، وإيه ذنب اليهود؟ يعني كل دول مش هيروحوا السماء؟ لا، أنا عايز أقول لك ونطمنك إنه لو فيهم حد فعلا ربنا شايفه إنه أناء للكرامة وإنه ناس مختارة ربنا هيرشده للخلاص والإيمان بالرب يسوع. فما تقولش إيه ذنب ده وإيه ذنب ده وإيه ذنب ده، ما لو كان في حد منهم فعلا ربنا شايفه إنه هيقبل الإيمان بالمسيح وعنده هذا الاستعداد
ربنا هيرتب له الأمور وتوصل له رسالة المسيح ويقبل الإيمان بالمسيح ويبقى مسيحي ويخلص زي ما حصل مع كرنيليوس. يعني كرنيليوس ده واحد أممي ولكن كان إنسان كويس وكان بيعبد الله، فربنا حب كرنيليوس وحب إن كرنيليوس يخلص فدبر كل الأمور عشان يخلص هذا الإنسان. عايز أقول لكم ما فيش أحن على الإنسان من الله، لأن الله أبو كل الأرواح، الله أبو كل البشرية. يعني فيش حد يهمه خلاص الإنسان زي ما ربنا يهمه خلاص الإنسان، درجة إن أحد الآباء قال إن ربنا ممكن يزلزل جبال، ربنا ممكن يعمل براكين، ممكن يعمل زلازل، ممكن يغير حاجات كتيرة في الطبيعة عشان خلاص شخص واحد، عشان خلاص شخص واحد. فتستغرب هنا ربنا يبعت ملاك من السماء، شوف الملاك ده جاي مشوار قد ايه، ويقول له على مكان كرنيليوس، كرنيليوس في الحتة الفلانية، وعارف كرنيليوس بالاسم، ويقول لكرنيليوس على بطرس، يقول له بطرس قاعد في المكان الفلاني عند واحد اسمه سمعان، ومكان سمعان في يافا عند البحر. وبعد كده يروح ربنا يعمل الرؤية لبطرس وينزل له الملاية اللي مليانة من كل الوحوش والدواب، وبطرس مش فاهم ايه اللي بيحصل. يعني ربنا بيقول لي يعني ايه اكل من كل الوحوش والدبابات، اذبح واكل، وكلمة اذبح وكل معناها ان دي كلها كانت حيوانات ايه، كانت حية وزحفات حية وطيور حية، كل ده اللي شافه. ربنا عمل كل السيناريو ده كله عشان يخلص كرنيليوس واهل بيته والناس اللي حواليه، ويكون دي بذرة لخلاص كل الأمم. فالله أمين على النفس، الله أمين على النفس، فمنستجوبش ربنا ونقول له إيه ذنب ده وإيه ذنب ده وإيه ذنب ده، هو بس المسيحين اللي خلصوا. آه هو قال كده، ليس بأحد غيرهم بقى الخلاص، ولكن أي واحد من أي خلفية دينية يطلب الله من قلبه ويكون فعلا عنده استعداد للإيمان بالرب يسوع، ربنا هيدبر له الطريق وهيدبر له السكة إنه يخلص. كمان الرؤية اتعلمنا منها إنه ما طهره الله لا تدنسه أنت. ما تقولش على إنسان إنه نجس أو إنه دنس، حتى لو كنت تعرف عنه حاجات مش كويسة، حتى لو تعرف عنه حاجات مش كويسة، لأنك ما تعرفش ترتيب الله معه إيه. يعني لو حد سأل بطرس اليهودي إيه رأيك عن كرنيليوس الأممي، الإجابة السريعة الأمم دول عند اليهود زي الكلاب نجسين، إجابة سريعة. بل هل أنت بطرس تقدر تقول عن كرنيليوس أنه نجس؟ ما تقدرش تقول عنه النجس، الكلام ده غلط، ده فكرة غلط. ليه؟ لأنك يعني أنت ما تعرفش معاملات الله معاه هتبقى إزاي، وما تعرفش أن هذا الإنسان أو هذا الشخص هيخلص ولا لا. مرة واحد من الخدام كان راح يزور حد صديق ليه او حد حبيبه، وهذا الحبيب كان عمل حاجات صعبة قوي في هذا الخادم، حاجات فعلا غير مقبولة يعني. وبعدين الخادم اللي رايح ده هو رايح بمحبة المسيح، مأثور بمحبة المسيح، فهو ماشي في السكة قال له ربنا روح اقول له ايه، ده هو فعلا الغلطان
ومثبت عليه الغلط هروح اقول له ايه؟ لو انا غلطت هقول له حقك عليا بس انا ما غلطتش، وبعدين هبص له ازاي وهيبص لي ازاي؟ فربنا اداله فكره حلوه خالص هو في السكه، قال له ايه رايك تبص له في غفران المسيح وفي دم المسيح؟ مش ممكن حبيبك ده والشخص ده يجي عليه يوم يعرف انه غلطان؟ قال ممكن. قال له طب هو لما يجي عليه يوم انه غلطان مش ممكن يروح يعترف؟ قال له ممكن يا رب. قال له لو راح اعترف وتاب وتناول مش انا برضو هغسله بالدم وهغفر له خطيته وهيبقى نقي؟ قال له طبعا يا رب. قال له طيب اذا كان ده كله ممكن يحصل وانا شايف انه هيحصل، طب انت عايز تبصله ازاي؟ تبصله النهاردة ولا تبصله بعد ما يتبرر في دم المسيح؟ قال له ياه دي حتة فكرة حلوة، انا هروح وهقابله وهتكلم معاه وابصله على انه مبرر في المسيح. فراح الخادم ده خبط على الباب بتاع صاحبه ودخله جوه، صاحبه بقى مكسوف، قال له انت جاي لغاية عندي؟ وابتدى يعمل له مطانية معرفش ايه، انت جاي لغاية عندي وانا اللي غلطت فيك وانا عملت وعملت وعملت؟ قال له ما تقولش اي حاجة. قال له يعني ايه؟ قال له انا شايفك، الفكرة بقى اللي ربنا اداها له في السكة، قال له أنا شايفك إنسان طاهر قديس مبرر في دم المسيح، أنا شايفك الملائكة والسماء فرحانة بيك، أنا شايفك أطهر مني، يا ريت أنا أبقى أتوب عن خطايا الشخصية وأبقى كويس كده. وانتهت الجلسة بهذه الصورة. فأنا عايز أقول لك حتى لو حد ضايقك، حتى لو حد زعلك، بلاش تبص ليه في اللحظة الحاضرة، بلاش دينه دلوقتي في وقت ضعفه، لكن فكر فيه في خلاص المسيح وفي دم المسيح وفي تطهير المسيح وفي تبرير الروح القدس بدم المسيح. تقدر ساعتها ما تقولش على حد انه نجس أو دنس، كل الناس حلوة قدام عيني، لأن شايف كل الناس في دم المسيح وفي تطهير دم المسيح في عمل الروح القدس اللي فيهم. بهذا الرجاء وهذا الإيمان في عمل الله نقدر نشوف الناس ونقدر نشوف العالم ونبقى فرحانين بالناس وفرحانين بالعالم اللي حوالينا بالرغم من كل الإساءات وكل الإهانات وكل الاتهامات اللي ممكن يكون قدموها لينا. احنا فرحانين بيك يا رب، احنا غرقانين في نورك، نور المسيح لما يبهر عيون الإنسان يخلي الإنسان حتى لو دخل في الضلمة عينيه مليانة نور وشايف كل الدنيا في النور. فده الدرس اللي كان ربنا عايز يعلمه لبطرس، هل يا بطرس كفاياك انك انت تفكر بالفكر القديم اليهودي العتيق ان الامم دول دانسين والامم دول نجسين، ما طهره الله لا تدنسه انت، سواء الله طهره اوريدي ولا هيطهروا بعد كده. رؤيتنا للأمور غير رؤية الله للأمور. احنا رؤيتنا للأمور بنبصلها بفعل الماضي والحاضر والمستقبل، يعني بنشوف الحاجة نقول دي حصلت أو بتحصل النهاردة أو هتحصل بكرة، لكن الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل. الله شايف الناس وشايف كل الأمور بطريقة تانية خالص.
الله يدعو الأمور غير الموجودة موجودة. يعني إيه؟ يعني الإنسان اللي هيتطهر بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد 10 سنين، بعد 50 سنة، الله شايفه طاهر النهاردة، لأن الزمن لا يحكم رؤية الله عن الأمور، ولا يحكم رؤية الله عن الناس. فبطرس شايف كرنيليوس إنه إيه؟ أممي وإيه؟ ونجس ودنس. الله شايف كرنيليوس إنه إنسان مؤمن بالمسيح وإنسان مطهر في دم المسيح وإنسان بار في دم المسيح، لأن الله عارف بسبق معرفته إن كرنيليوس هيحصل له كل ده. فقال له: ما طهره الله لا تدنسه أنت. طب وأنت يا رب طهرته؟ أنت لسه ما طهرتوش يا بطرس. بس بالنسبة لله، بالنسبة لله المستقبل حاضر عنده، بالنسبة لله المستقبل حاضر عنده. ده بالنسبة لنا اللي بنسميه الرجاء، الرجاء المقدس، ان احنا نشوف الامور برجاء مقدس. فانت بص، حتى زوجتك لو فيها ضعفات بص لها بنظرة رجاء انها انسانة كاملة وهتبقى كاملة. حتى لو زوجك فيه ضعفات بصيله بالرجاء انه يبقى كامل. ولادك في مدارس الاحد حتى لو فيهم ضعفات بصلهم بنظرة رجاء مقدس. انا فاكر لما مسكت فصل مدارس احد كنت لسه شاب صغير قوي، تقريبا مسكوني فصل مدارس احد وانا لسه في الاعداديه. وفاكر هذا الفصل كويس، وفاكر قد ايه كان فيه كم ولد، وكان مين فيهم الشقي ومين مين اللي مش شقي فيهم. النهارده الاقي في هذا الفصل منه رهبان ومنه الاسقف ومنه مش عارف ايه. طب انا هل كان ممكن وقتها افكر فيهم ان العيال اللي قدامي دول اللي كان فيهم الاشقيه هيطلع منهم رهبان ويطلع منهم اسقف ويطلع منهم؟ كان لا يمكن. لكن لما كبرت وشخت ابتديت اعرف ان كان المفروض ساعتها ابص للامور بالرجاء. كان المفروض اعرف انه مركزش رؤيتي بالنظرة بشرية مين اللي حواليا ومين اللي بخدمه. أبص للرجاء بالرجاء في مستقبل عمل الله معاهم وعمل النعمة المخلصة معاهم. على هذا المستوى كل الأمور اللي بتقابلنا، سواء الناس اللي بيضايقونا أو الناس اللي بيضطهدونا أو الناس اللي بيقولوا كلام مش كويس علينا أو الناس اللي بيطلعوا إشاعات، أي حد، بلاش ننشغل بضعفاتهم، بلاش ننشغل بخطاياهم الحالية، ولكن يبقى عندنا رجاء، رجاء أن الله سيخلص والله سيطهر والله سيقدس كل حاجة تبقى رائعة. وأحب دايما لما حد يسألني عن موضوع معين يقول لي: إيه أخبار معرفش إيه؟ أقول له: هيبقى كويس جدا. إيه أخبار الكنيسة الفلانية؟ أقول له: هتبقى رائعة جدا. وفعلا تبقى رائعة جدا. هو ده الإيمان، هي دي رؤية الإيمان، رؤية الرجاء في كل الأمور، إن إحنا بنرجو حتى غير الطاهر إنه سيصير طاهر، لأن ما طهر الله لا تدنس وأنسى أنت. أحب أمشي بسرعة بقى شوية في القصة أحسن، شكلها كده إحنا هناخد كم مرة في الحكاية دي، فنمشي فيها شوية. فبيقول بعد كده:
بطرس وهو بيفكر ايه اللي انا شفته ده. على فكرة لما شاف الرؤية والمناية اترفعت ما كانش فيه صوت يقول له ايه معناها وبس، قال له ما تتأخر الله لا تدنسه انت. دي الرسالة، الرسالة بطرس، اي موقف هتقول عليه، اي واحد هتقول عليه انه نجس، ما طهر الله لا تدنس انت. فدي بقى قاعده عامه حطها ربنا لبطرس. بس قعد يفكر، طب هو ليه الرؤيه دي؟ فبيقول اذ كان بطرس يرتاب في نفسه ما عسى ان تكون الرؤيا التي راها، اذا الرجال الذين ارسلهم كرنيليوس كانوا قد سالوا عن بيت سمعان ووقفوا على الباب ونادوا يستخبرون هل سمعان ملقب بطرس نازل هناك. ده عاملين زي نظام المخابرات، بس مخابرات إلهية، جات لهم الاستخبارية ان البيت ده بيت سمعان. ده بيت سمعان، عندكم واحد اسمه بطرس؟ قالوا عندنا واحد اسمه بطرس. احنا عايزين بطرس ده. فبيقول وبينما بطرس متفكر في الرؤيا قال له الروح، وحط تحت كلمة الروح ثلاث خطوط كده، أربع خطوط، قال له الروح وذا ثلاثة رجال يطلبونك، لكن قم وانزل واذهب معهم غير مرتاب في شيء لأني أنا قد أرسلتهم. لما يقول قال له الروح، والروح بيقول له في ثلاث رجاله على الباب عايزينك، يبقى الروح شافهم ولا ما شافهمش؟ ها، شايفهم. قال له ده في ثلاثه على الباب، ما كانش في الكاميرا ساعتها اللي حطوها على الباب عشان توري الناس جوه مين اللي على الباب. قال له قم وانزل معاهم غير مرتاب في شيء، ده بيأمر بطرس، قال له اسمع كلام روح معاهم لأني أنا قد أرسلتهم. يعني الروح شايف الناس، والروح بيقول له بطرس روح معاهم، وبيقول له بطرس معلومة خطيرة، بيقول له أنا اللي بعتهم لك، أنا اللي بعتهم لك. يبقى مين هو الروح ده؟ مين هو الروح ده؟ ها؟ الروح القدس. طب مين هو الروح القدس؟ هل نقدر نقول ان هو مجرد قوة؟ الروح القدس هو الله؟ هو الله. فكلمة الروح خاصة لما فصلها اليوناني فيها أداة التعريف اللي هي الألف لام، يبقى مقصود بيها الروح القدس، وهو روح الله، وهو الله نفسه. الله بس ده بيتكلم، وبيتكلم بلغة مفهومة، مش هو كلم بطرس وكلم لغة، كلم بطرس بلغة ايه؟ مفهومة. يبقى هو مش مجرد قوة دافعة، لا، ده فيه نوع من الشخصانية، فيه نوع من الشخصانية اللي احنا بنسميها في اللاهوت الأقنومية. فالروح القدس هو شخص الله نفسه، هو شخص الله نفسه. وعين ما تعديش علينا، طب ربنا يعني بطرس سمع الصوت ده ازاي؟ يعني سمع كده بودانه ربنا بيقول له يا بطرس في ثلاث رجاله مستنينك بره وروح معاهم ما تشكش في حاجه وانا اللي بعتهم لك. ده كلام واضح وكلام مفهوم وكلام معقول، يبقى تقال ازاي؟ اكيد كان كلام فعلا سمع بطرس، مش مجرد افكار
مش مجرد كلمة في القلب، أكيد ده كلام سمع بطرس زي ما قالك يوم عمودية المسيح، قالك والصوت من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يبقى كان صوت مسموع، كان صوت مسموع. يبقى إذن الله ممكن يكلم الإنسان بصوت مسموع. طب احنا مش بنسمع ليه؟ احنا مش بنسمع ليه؟ انا جيت قدام الحته دي وقلت ايه العظمه اللي انت فيها دي يا بطرس؟ ده ربنا بيكلمك وانت قاعد كده تسمع، بيقول لك يا بطرس نعم يا رب، يا بطرس في ناس مستنياك على الباب بره، طيب يا رب اعمل فيهم ايه؟ بقول لك روح معاهم يا بطرس، ما تشكش في حاجه يا بطرس، حاضر يا رب. طب ودول مالهم يا رب؟ قال لي انا اللي بعتهم لك يا بطرس، حاضر يا رب. ايه الروعه دي؟ روعه انفتاح الاذن على صوت الله. انفتاح الاذن على صوت الله. اعتقد ان احنا محتاجين، يبدو ان احنا انشغلنا باصوات كثيره في العالم، وانشغلنا بضجيج العالم، فما عدناش نسمع صوت الله. لكن احنا محتاجين النعمة اللي تفتح القلب وتفتح الأذن علشان نسمع صوت الله. صوت الله يبقى واضح ورايق وكلام صريح، مش محتاج تأويل، كلام واضح جدا، تعليمات واضحة جدا. وفي سفر الأعمال تلاقي حاجات كتيرة قوي، يجوا يدخلوا بلد يقول لك ومنعهم الروح. يعني ايه منعهم الروح؟ الروح قلت قالوا لا ما تدخلوش الحتة دي، ما تعملوش الحكاية دي. هو ده مستوى أولاد الله الذين ينقضون بروح الله. أولاد الله الذين ينقضون بروح الله. بقول له يا رب يعني نقي أفكارنا ونقي قلوبنا وطهرنا فعلا عشان نوصل لهذا المستوى. هنقدر نتكلم معاك ونقدر نسمع صوتك. ما هو ربنا كان بيكلم إبراهيم إزاي؟ ولا كان بيكلم موسى إزاي؟ أكيد كان كلام واضح وصريح، كلام مفهوم. مش حاسين ان احنا ناقصنا كتير؟ انا مش بقول لكم عشان تحسوا ان احنا ناقصنا كتير، انا بقول لكم عشان اقول لكم، عشان تعرفوا ان احنا لينا كتير ما خدناهوش. احنا لينا كتير عند الله ما خدناهوش، لان احنا ما طلبناهوش، لان احنا ما عرفناهوش. زي واحد كده أبوه غايب عنه من زمان قوي، ما عرفش عنه كتير، وبعدين قالوا له أبوك ده توفى ولا حاجة وسايب لك ميراث كتير. يقول يا ميراث، لو كان الشخص ما يعرفش إنه ليه ميراث، الميراث ده يضيع عليه، صح؟ لو واحد ليه ميراث في أي حتة محدش قال له عليه، هيروح فين الميراث؟ هيضيع عليه. فلازم واحد يعرف ان له ميراث، وبعد ما يعرف ان له ميراث لازم يطلب الميراث، يشوف الطرق القانونيه يطلب بيها الميراث، يشوف حقه فين، مش كده؟ لو ما عرفش هيضيع الميراث، لو ما طلبش هي ايه؟ هيضيع الميراث. فاحنا ميراثنا في الله في المسيح يسوع حاجة عظيمة جدا. عشان كده بطرس كان بيصلي يقول ايه؟ انا بصلي مستنير عيون اذهانكم لتعرفوا حاجات كتيرة منها ميراثه في القديسين.
مش تعرف الميراث بتاعك. فأنت ميراثك في المسيح يسوع عمل الروح القدس اللي يعطي انفتاح للقلب أو استنارة القلب وانفتاح الأذن عشان تسمع صوت الله. طب أنت عرفت حاجة بتاعتك ميراثك تطلبها ولا ما تطلبهاش؟ قل له يا رب افتح عيني وافتح أذني، قدس حواسي وخليهم مؤهلين انهم يسمعوا صوتك ويشوفوا مجدك. فنزل بطرس الى الرجال الذين ارسلهم اليه كرنيليوس وقال: ها انا الذي تطلبونه، ما هو السبب الذي حضرتم لاجله؟ لما يقول لك نزل بطرس وقال لهم انا هو، يبقى معناها ان الصوت اللي سمعه صدقوا، مش كده؟ فقالوا ان كرنيليوس قائد 100 رجلا بارا وخائف الله مشهودا له من كل امه، من كل امه اليهود، اوحي اليه بملاك مقدس ان يستدعيك الى بيته ويسمع منك كلاما. حكوا له الحكايه بتاعت كرنيليوس انه شاف ملاك، والملاك قال له سمعان هيجي ويسمع منك كلام. وانا مندهش من الناس دول ومن كرنيليوس، لان الملاك لما قال لكرنيليوس قال له ابعت هات سمعان، قال له سمعان هيقول لك، بس هيقول لك عن ايه؟ ما قالوش هو هيقول له عن ايه. والناس جايين المشوار ده كله لغايه سمعان بطرس وقالوا له ان كرنيليوس هيسمع منك كلام، بس كلام ايه ما نعرفش. هما بس عارفين انه الملاك قال له ان بطرس عنده رساله ليك، بطرس انا بعت لك رساله عن طريق بطرس. فدعاهم الى الداخل واضافهم، ثم في الغد خرج بطرس معهم واناس من الاخوه الذين من يافا رافقوه. بعد كده الجزء اللي بعد كده من عدد 24 هتبتدي المقابلة ما بين بطرس وكرنيليوس. يعني أنا بعتبرها مقابلة بين أصحاب الرؤيتين أو أصحاب جزئي الرؤية. الموضوع بقى هيكمل الصورة بتاعته. فبيقولوا في الغد دخلوا قيصرية، وأما كرنيليوس فكان ينتظرهم وقد دعا أنسباءه وأصدقائه الأقربين. حلوة قوي دي يا كرنيليوس، إنك أنت عرفت إن الراجل اللي جاي، الضيف اللي جاي ده بطرس، جاي لك برسالة إلهية، فدعا كل اللي حواليه تعالوا اسمعوا معايا. ولما دخل بطرس استقبله كرنيليوس وسجد واقعا على قدميه. فأقام بطرس قائلا: قم أنا أيضا إنسان. أنا بستغرب من الراجل الأممي ده. الراجل الأممي شاف واحد ما يعرفوش قبل كده اسمه بطرس، ويهودي ما هوش قومي زيه، لكن لمجرد انه عارف ان هذا الرجل بطرس جايله برسالة من عند ربنا، رسالة الهية، قدم له احترام فائق الوصف، فائق الوصف. الاممي بيحترم بطرس، ومجرد انه سمع ان معاه رسالة ويسجد تحت رجليه. حاجة تحزن لما الواحد يتكلم عن مسيحيين ويقابله أب أسقف ولا كاهن بأسلوب غير لائق. ده أممي وعلى ما شاب بطرس وعرف إن معاه رسالة من السماء سجد تحت رجليه. فبطرس أقام وقال له: قم أنا أيضا إنسان.
طبعا بطرس لأنه عارف الشريعة وعارف وصايا ربنا، الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فهو ما بيقبلوش. الآباء الرسل ما كانوش يقبلوا في الوقت ده إنه حد يسجد قدامهم، لربما يفتكروا إنهم بيسجدوا ليهم كآلهة. يعني في سجود، سجود تكريم واحترام، وفي سجود، سجود عبادة. ففي الوقت بتاع الآباء الرسل كانوا ممكن يسجدوا تحت رجلين القيصر ويعبدوه على إنه إله، فعشان كده بطرس رفض، قال له أنا إنسان. ثم دخل وهو يتكلم معه ووجد كثيرين معه، فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، أما أنا، خلي بالك من دي، أما أنا فقد أراني الله ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس. يبقى إذن بطرس ربط الموضوع مع بعض وفهم الحكاية. ألا يبقى الرؤية اللي أنا شفتها ما أقولش طاهر أو دنس، والناس دول جاي من عند ناس أمميين وبنقول عليهم إنهم نجسين، يبقى إذن الرؤية بتقول لي ما أقولش عليكم إنكم نجسين أو دنسين. فقال لهم بصراحة، قال لهم: أنتوا عارفين إنه محرم على رجل يهودي يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه، أما أنا فقد أراني الله ألا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس، فلذلك جئت من دون مناقضة إذ استدعيتموني، فاستخبركم لأي سبب استدعيتموني. حاجة عجيبة أصلا، كرنيليوس مش عارف بطرس هيجي يقول له إيه، وبطرس بيقول له: طب انت نديه لي ليه؟ بس شوف الامور بقى ما يتدخل ربنا ويكشف الامور. فبطرس بيقول له: انت وبعتين لي ليه؟ لما كورنيليوس ممكن يسأله ويقول له: يا بطرس انت جاي ليه؟ انا جالي ملاك بيقول لي ان بطرس هيقول لك حاجة. طب انت اكيد ده جاي تقول لك حاجة، يبقى كده انت عارف حاجة هتقولها لي. ولكن هو بطرس بيقول له: انتوا ليه استدعيتموني؟ عايز يسمع من كرنيليوس انه بيديله فرصة يتكلم يعني طلع لجوه. فقال كرنيليوس: منذ 4 أيام الى هذه الساعة كنت صائما، وفي الساعة 9 كنت اصلي في بيتي، واذا رجل قد وقف امامي بلباس لامع وقال: يا كرنيليوس، سمعت صلاتك وذكرت صدقاتك أمام الله، فارسل إلى يافا واستدعي سمعان ملقب بطرس أنه نازل في بيت سمعان رجل دباغ عند البحر، فهو متى جاء يكلمك. قال له: اللي حصل؟ قال له: الملاك قال لي أن أنا أبعت لك وأنت هتكلمني، فأرسلت إليك حالا، وأنت فعلت حسنا إذ جئت، كتر خيرك إن جيت، والآن نحن جميعا حاضرون أمام الله لنسمع جميع ما أمرك به الله. قل لنا ربنا قال لك إيه. فكرنيليوس قال له: أنا زي ما شفت أنا عملت، و وانت كتر خيرك انك جيت، وانا مستني اللي امرك به ربنا تقول لي عليه. كلمة امرك دي لو انت شفتها في اليوناني هتلاقيها برضو مشتقة من كلمة لوجوس. اللوجوس، كلمة لوجوس في اليوناني ممكن تبقى تحمل معنى كلمة او خبر او امر او قضاء، تحمل كل المعاني دي. يعني هو عايز يقول له: قل الخبر اللي ربنا عايز يقوله لي،
او قل الرسالة، برضو كلمة لوجوس تحمل معنى رسالة، قل الرسالة اللي ربنا بعتها لي عن طريقك، او قل اللوجوس اللي ربنا بعته لي عن طريقك. ففتح بطرس فاه وقال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. الكلمة هنا بقى اللوجوس، يعني الكلمة التي أرسلها إلى بني البشر يبشر بالسلام بيسوع المسيح، هذا هو رب الكل. أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. ونحن شهود بكل ما فعل في كورة اليهودية في أورشليم، الذي أيضا قتلوه معلقين إياه على خشبة. هذا أقامه الله في اليوم الثالث وأعطى أن يصير ظاهرا ليس لجميع الشعب بل لشهود سبق الله في انتخابه. لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات، وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. دي العظة بتاعة القديس بطرس في بيت كرنيليوس، وهي من أروع العظات المذكورة في الكتاب المقدس عن شخص المسيح. طبعا فيها كلام كتير مش هلحق أقوله الليلة دي، هقوله مرة جازة سمحت نعمة ربنا وعشنا. هدرس معاكم هذه العظة، لكن الفريد في هذا العظة الملفت للنظر بس عشان شوائك ليها وشوائك ليها، العدد الجاي 44 يقول لك: بينما بطرس يتكلم بهذه الأمور حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة. يا قد كده العظة دي قوية وروحية ولها هذا التأثير، انه مجرد بطرس ما قالها كل اللي قاعدين حل عليهم الروح القدس، وحل عليهم الروح القدس حتى قبل ما يتعمدوا، حتى قبل ما يتعمدوا، لانه متعمدوا بعد كده. اذا العظة دي فيها حاجة، ده فيها كلام، دي فيها كلام وكلام وكلام. عشان كده مش هنفوت العزة دي بنعمة ربنا إلا ونديها محاضرة كاملة بنعمة ربنا المرة الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة لنا الآن وإلى الأبد آمين.